ورجعنا لكم بعد الفاصل، ونحب نرحب بندى. ازيك يا ندى، اخبارك ايه؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا حنان، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله تمام، صباح الفل. نورنا عمور. طب نور كمان. الحلم والعمل والنهايه، ثلاث مواضيع مرتبطين ببعض، لكن في منهم اللي بياخد حقه عن التاني، لكن في الاخر النهايه ممكن تتغير. حضرتك ممكن تحقق حلمك وتثبت عليه، وممكن الوقت ما يسعفكش. فأحب أقول لكل شاب لازما تجتهد ولازما تحقق حلمك وتصر عليه، زي ما بطلنا أو بطل فقرتنا النهاردة عمرو سمير. أحب نرجع نشوف التقرير الصغير ده ونرجع لبعض تاني. ممثل شاب وإعلامي صغير هو عمرو سمير، بدأ حياته كممثل وهو في العاشرة من عمره، حيث شارك في فيلم القتل اللذيذ أمام الفنانة ميرفت أمين. درس بكلية الإعلام وعمل كممثل برامج، ثم عاد إلى التمثيل مرة أخرى من خلال مشاركته في بطولة فيلم عودة الندلة، ومن بعدها انطلق في عالم الدراما وأمتعنا في أدواره المتعددة، حيث شارك في قضية رأي عام وجدار القلب وأخيراً مزاج الخير. القصص الجميلة لا تدوم طويلاً ودائماً ما تنتهي فجأة. انتهت حياة الإعلامي والممثل عمرو سمير فجأة بدون سابق إنذار، انتهت نتيجة لأزمة قلبية حادة. حزن كل من عرفه وأحبه على رحيله، ولكن عمرو سمير رحل وترك لنا قصة نجاح مؤثرة وعظة كبيرة لكل شباب جيله. ورجعنا لكم بعد التقرير، وعايز اقول كلمه مهمه جدا لكل الشباب، ان النجاح ممكن يستمر سنين وسنين ويفضل عايش ما بيننا حتى لو بطلنا دوت عمرو سمير، ولا ايه رايك حنان؟ مظبوط كلامك. مش المهم عشنا قد ايه يا محمد، المهم عملنا ايه في حياتنا دي. عمرو سمير عاش فتره قليله جدا، لكن اعماله تنوعت بين تلفزيون ودراما وسينما. ما ننساش ابدا ان هو قدم برامج شبابيه حلوه قوي، زي برنامج شبابيك كنا كل يوم بنصحى عليه الصبح، ورجع تاني قدم برنامج لوحده ايه الاخبار. والبرنامج ده بصراحه جه فتره كبيره قدم نجاح كتير، وبعد كده التلفزيون قدم لنا فيه مسلسلات حلوه قوي وادواره كانت متميزه، زي جدار القلب وقضيه راي عام مع الفنانه الكبيره يسرى، وكان قدم فيها الشخصيه اللي هي متذبذبه بين الخير والشر، وقد ايه ممكن الانسان يبقى دايما مذبذب، لكن في الاخر لو كانت نفسيته ضعيفه الشر جواه هو اللي هينتصر. بعد كده قابلنا في دور مهم جدا في فيلم عوده الندله لعبله كامل، وكان الفيلم ده ليه درجه كبيره ان هو مرتبط جدا بوالدته، وارتباطه بوالدته كان دوت زي انعكاس لشخصيته الحقيقيه اللي كان مرتبط بوالدته ماجده عاصم الاعلاميه الكبيره. طبعا الارتباط بالام بيبقى له دور مؤثر جدا في حياته، لان زي ما احنا عارفين ان الشخصيات المؤثره بيكون دور للام فيها موجود وبشكل كبير، ولا ايه رايك يا عمرو؟ ايوه يا حنان طبعا. وهو اخر رساله كان كاتبها لوالدته، بتقول للرساله بفرح جدا لما حد بيقول لي انت متربي وعندك اخلاق، لانك انت يا حبيبتي السبب في ده. طبعا يعني عمرو سمير زي ما انت قلت يا عمرو، يعني حبيت توضح قد ايه هو كان مرتبط بوالدته، وازاي كان في ما بينه وبينها حب كبير. وزي ما حنان قالت لنا ان اهم حاجه ان الشخص الناجح ده يكون مرتبط بوالدته جدا، ودايما الشخصيات الناجحه بتكون مرتبطه بوالدتها، وده بيسبب لها نجاح كبير، دعواتها ورضا سند لي رضا الام. توفيق من عند ربنا. رضا الام توفيق من عند ربنا. احنا معانا اكبر
مثال عمرو ما شاء الله وصل معانا وبقى شخصيه جميله وناجحه ان هو يقعد ويتكلم وكده بكل ثقه. احنا مبسوطين جدا ان احنا معاك يا عمرو. شرفنا طبعا. طبعاً يعني نفس الحاجه اللي احنا بنقولها ان هي بتتكلم ان عمرو يعني فضل معانا وكمل وده بمساعده والدته، يعني قد ايه والدته ليها يعني دور مهم جدا في حياه عمرو. ويعني احنا الحمد لله بنشكر ربنا ان احنا قابلنا حد زي عمرو. وطبعا شكرا جدا جدا. ربنا يخليك عمرو. احنا لازم نشكر طبعا دايما كل الامهات اللي بتقف قدام شبابها واولادها ويقدروا ان هم يبقوا دايما حافز ودافع ليهم ان هم يقدروا يوصلوا لقدام ويحققوا اللي هم وصلوا له دوت. وانا سعيد جدا بالفقره ديت ان احنا كان متواجد معنا عمرو اللي منورنا. ويعني فقرتنا برضو بتتكلم اكتر عن الشخصية اللي بتسيب اثر بالرغم من انها ما بقتش موجودة ما بيننا. واحنا جبنا لكم مثال الفنان عمرو سمير قد ايه اثر فينا كلنا وقد ايه لحد اللحظة اللي احنا فيها دي بنفتكره وبنقول عمرو سمير وبنتفرج على حاجته واعماله. وحقيقي احنا افتقدناه جدا وافتقدنا وجوده ما بيننا. ووفاته او قصه وفاته كانت جرس انذار لكل شبابنا، جرس انذار ان هم يعيدوا حساباتهم تاني ويفكروا ايه الحاجه اللي عايزين يقدموها وايه الحاجه اللي عايزينها تفضل بعد ما يكونوا مش موجودين ما بيننا. مظبوط. وبالذات الرياضه يخلوا بالنا منها لان الايام دي الجيم والكلام ده كتير وكده، فيعني يخلوا بالهم ما يبقاش الحماس ياخدهم، ولا ايه رايك؟ ايوه مظبوط. يعني انت بتتكلمي برضو في سبب وفاه الفنان الكبير عمرو سمير. يعني الفنان توفى نتيجه لاصابه ازمه قلبيه حاده. مظبوط. مظبوط. هو فطر من غير ما يعني لا ما فطرش اصلا، لعب رياضه على طول من غير ما يفطر. الطب الشرعي في اسبانيا اقرب كده، قال لك ان هو فعلا مارس رياضه بعنف وبتون طبعا ان هو يفطر، طبعا عامل له حرق للسكر عنده في الجسم وادى للازمه القلبيه وكان الوفاه يعني سرعا سريعا. يعني بالظبط يا محمد، وده اللي احنا عايزين. يعني على قد ما الموضوع مر عليه سنين بس لحد اللحظه اللي احنا فيها دي لسه في شباب بتعمل الحركه دي يعني كتير قوي. فاحنا عايزين نقول يا جماعه ان الرياضه مهمه جدا، مهمه جدا. طبعا اكيد يعني الفطار هو الرياضه مهمه، بس الرياضه غير مهمه تماما من غير الفطار. فخلينا ان احنا نهتم بالرياضه وناخد احتياطاتنا مع لعب الرياضه. اكيد طبعا. بحب اشكرك استاذ حنان، بحب اشكرك استاذ ندى. شكرا جدا يا محمد. بحب اشكرك استاذ عمرو، منورنا. نطلع لفقره فاصل صغير ونرجع لبعض تاني.